وده هنعمل السوسيس طبعا طريقة سهلة للفطار. سوسيس للفطار، سوسيس بالبيض، معلقتين معرفش الصوت واضح ولا لا، انا مش مركبه المايك بس مش مشكله. الزيت قصدي السمنه على النار، هنحط السوسيس ونقلب السوسيس. جميل ده، ايه الحلاوة دي؟ هنحط شوية، نحط الملح، بسرعة، فلفل اسود، مرسي، ملح، كل اللي احنا عايزينه، ونقلب. نعلي سوسيس بالبيض، كده كفاية تمام. نحطه على جنب كده، نغطي ونجيب البيض ثاني، بيضة تمام كده، مش هنحط على النار كتير، تقريبا كده خلاص نص سوا، هو يستوي مع نفسه لما نقفل عليه. وكده عملنا السوسيس. لو عجبكم السوسيس بالبيض لايك شير سبسكرايب.